السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بتتمة لكيفية التقديم لمنحة بنك التنمية الإسلامية نظرا لتوصلي بالعديد من الأسئلة والعديد من الإخوان لاقتهم عراقيل أثناء التقديم. أولا هذا هو الموقع الرسمي للمنحة، كل ما عليك هو التسجيل هنا وسوف يصلك بريد إلكتروني إلى بريدك الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به لكي تفعل حسابك. لمعرفة المزيد عن البرنامج يرجى تغيير اللغة من الفرنسية العربية إلى الإنجليزية على حسب اللغة التي تتقنها، والضغط هنا لكي يتم تزويدك بهذه النبذة التعريفية عن البرنامج. الملف يتكون من 15 صفحة، هو نبذة عن جميع المعلومات الخاصة بالبرنامج. يمكنك تغيير اللغة من هنا إذا أردت الحصول عن الوثيقة باللغة العربية لمعرفة كل المعلومات عن جميع البرامج وكيفية التقديم وشروط القبول إلى ما غير ذلك. كما قلت، العديد من الإخوان لقتهم مشاكل، كل ما عليك هو التسجيل إلى ما غير ذلك لكي تتوصل بحساب تفعيلي على بريدك الإلكتروني. بعد الضغط على التسجيل تنبثق لك هذه النافذة، عفوا أريد تغيير اللغة، سوف أغير اللغة إلى اللغة الإنجليزية أو سوف أتركها هكذا اللغة العربية، ليس هنالك مشكل. عندما تأتي إلى عرض البرنامج، يعني هنا في هذه الخانة هي برامج المنح الدراسية، حيث تقوم بالتقديم إلى البرنامج الموافق أو الذي أنت ترغب في التقديم إليه. كما شرحنا هنالك يوجد 5 برامج، يمكنك الاطلاع على هذه الوثائق لمعرفة جميع البرامج الخاصة بالمنح الدراسية. البرامج يعني تختار البرنامج المناسب لك. أنا قدمت على برنامج منح الماستر، لاحظ معي هنا عند الضغط على Apply Now تظهر لي هذه النافذة أو هذه الرسالة التي تقول لي أنني لا أستطيع التقديم الآن لأنني قدمت سابقا. نعم، لقد قمت بالتقديم، لقد قمت بإدخال البيانات، فهي جد 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 سهلة، ليس هنالك أي عائق أو أي مشكل في كيفية وطريقة التقديم. بعد تقديمك للبرنامج وإدخالك جميع الوثائق من معلومات جامعية، بيان النقاط إلى ما غير ذلك، سوف يطلب منك اختيار الجامعات على حسب الجامعات المتوفرة هناك. اختر الجامعة التي أنت ترغب في الدراسة فيها وسوف تتوصل بعدها ببريد إلكتروني. لاحظ لقد توصلت به بعد ساعة من التسجيل. عند التسجيل سوف تتوصل ببريد إلكتروني يخبرك بأنه قد تم التوصل بطلبك وسوف تتم مراجعته في أقرب الأجل إن شاء الله. هذا هو مثال للوثيقة التي سوف تتوصل بها. لاحظ معي يوجد هنا Application ID، يعني رمز أو رقم الابليكيشن، هنا النوع الابليكيشن أو نوع التقديم إلى الماستر. المعلومات الأخرى يعني هذه أسئلة جد 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 سهلة، كما قلنا يمكنك تحويل الحساب إلى اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية لمعرفة جميع المعلومات. تقوم بكتابة معلومات غاية في السهولة. كل ما عليك في الأخير، كل ما عليك أن تقوم باعتراف كنوع من التصريح بالشرف بأن هذه المعلومات التي قمت بتقديمها فكلها صحيحة. وأظن أن يعني البرنامج فهو واضح وطريقة التقديم جد جد واضحة. كل ما عليك هو التأني وقراءة جميع الأسئلة قبل البدء في الإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.